حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب بالصحف العربية والعالمية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة العثور على مقبرة جماعية تضم رفاة 600 شخص غربي الموصل. في المدى السلطات تتريث بالحظر الشامل مع تراجع الإصابات بكورونا. في صحيفة الزمان، اللجنة العليا تمدد التجوال وترفض مقترح الحظر الشامل في الأيام المقبلة. من العرب اللندنية نقرأ: توافق سعودي أمريكي على قطع قنوات التسلح الإيراني. وفي العربي الجديد، العراق يراجع عقودا للنفط في الحقول عالية التكاليف. أما في عربي 21، فنظام السوري يواجه ضربة جديدة لرامي مخلوف. وعنوانة الشرق الأوسط، منظمة الصحة العالمية وباء كوفيد 19 أبعد ما يكون من نهايته. لا مكان للميليشيات الإيرانية في العراق. فعلاقة الميليشيات بالأحزاب الدينية المذهبية في العراق علاقة متشابكة عقائديا ووظيفيا، وهي علاقة تبادل خدمات يصعب تفكيكها، والميليشيات هي الأنسب والأقرب لمناهج تلك الأحزاب في الفوضى والتخريب، وهي مناقضة لمنطق الدولة ومؤسساتها، وليست كما تسمى بالدولة العميقة، لأن الدولة غائبة، ولأن مراجع تلك الميليشيات اشتغلت على أن تكون البديل المؤسساتي للدولة العراقية، وهو بديل قائم على قواعد تعلن عن نفسها بأنها عقائدية، لكنها في الواقع أقرب إلى نظم المافيا، وهو سبب لأن يصبح العراق بعد عقد ونصف العقد خرابا ونهبا وميدانا مفتوحا لنفوذ إيران. هذا ما جاء في مقال الكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية. مع تعاظم الفساد لدرجة لم تحصل في بلد آخر في العالم، لم تعد هناك حماية لرموز الأحزاب وقادتها بعد أن لملمت انتفاضة الشباب مشاعر النقمة وحولتها إلى قوة دفع أربكت صفوف الميليشيات وزعزعت ثقة الأحزاب بقدرة الميليشيات على إنهاء هذه الانتفاضة عبر جرائم القتل والاختطاف وتشويه السمعة. فانتقلت تلك الأحزاب إلى تنفيذ الورقة الإيرانية بمحاصرة الوجود الأمريكي والتلاعب بعواطف العراقيين على أمل نقل المعركة وتحويلها إلى خصم خارجي، لكن المحصلة هي احتراق الورقة عبر تعاظم الغضب الشعبي ضد النفوذ الإيراني وانتفاء القناعة بأن الأمريكيين متمسكون بالبقاء للمساعدة على الخلاص من تلك الميليشيات. ردود فعل الميليشيات في شوارع بغداد على هذه الخطوة حملت طابعا استعراضيا في تحدي مباشر للكاظمي، والهتافات الداعية لإسقاطه دعمتها مواقف إعلامية مفتعلة ومرتبكة لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وقادة الهيئات السياسية لتلك الميليشيات، وكان أخطرها تصريحات زعيم العصائب قيس الخزعلي الذي اعتبر تلك الخطوة مخططا لها أمريكيا، وهدد بالفوضى محذرا الكاظمي بأن مهمة حكومته مؤقتة، إلى جانب بيانات نارية لميليشيا كتائب حزب الله والنجباء، والأدهى خروج ما يسمون بوكلاء الولي الفقيه الإيراني علي خامنئي في العراق للعلن ببيانات منددة بخطوات الكاظمي، وكأن هذا البلد محمية إيرانية. لقد تمزقت الأوراق بعد أن أصبحت الساحة مكشوفة بين أبناء العراق وبين الأحزاب المتورطة بدماء أبنائهم والناهبة لأكثر من 800 مليار دولار من أموالهم. وذكرت الأنباء أن السلطات الأمريكية قدمت قوائم بأسمائهم لحكومة الكاظمي. لقد تورطت الميليشيات الموالية لإيران بدماء عشرات الآلاف من العراقيين قضوا أو خطفوا تحت مشروع تغيير السكاني في مدن كبيرة كالموصل وسامراء وديالى وبعض أقضية الأنبار ومناطق حزام بغداد، وظلت لأكثر من 15 عاما تستخدم وزارة الداخلية وأجهزتها لتنفيذ سياسة القمع وتغييب المواطنين، فضائح السجون السرية في بغداد وجرف الصخر وهي أمثلة على تلك الجرائم.
العراقيون خرجوا إلى الشوارع رفضا للفساد، هذا ما جاء في مقال مصطفى عبد السلام الذي أكد منذ وقوع الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 والبلد يعوم على بحار من الفساد، بل وتحول إلى واحة تنشط فيها جرائم غسل الأموال والنهب المنظم للمال العام والصفقات المشبوهة والرشا الجماعية. وقد تحول البلد النفطي والثري إلى واحد من البلدان العربية الفقيرة التي تعاني الفقر والبطالة وعزا في الموازنة العامة للدولة. فلنتابع. فساد ونهب في كل مكان ومن أي شيء. فساد يبدأ من أعلى قمة في هرم السلطة وحتى الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومرورا بالصفقات الحكومية التي يتم إبرامها في معظم المؤسسات والقطاعات بالمخالفة للقانون. نهب ورشا في عمليات التنقيب عن الطاقة وبيع النفط والغاز في الأسواق الدولية، وسمسرة بمليارات الدولارات في الصفقات التجارية التي تبرمها مؤسسات الدولة، كاستيراد الأسلحة المستعملة منتهية الصلاحية أو المستخدمة في الحرب العالمية الثانية أو لا وجود لها من الأصل، وكذا صفقة استيراد الطائرات الروسية التي تبين في وقت لاحق أنها طائرات عراقية، وكذا استيراد الأغذية منتهية الصلاحية والوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية بأسعار مبالغ فيها. فساد في صفقات تشييد محطات التوليد وإنتاج الكهرباء وإقامة مشروعات البنية التحتية وشق الطرق والكباري وفي خطوط سكك حديد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، رغم تخصيص مليارات لتمويلها من موازنة الدولة. وهناك المستشفيات العسكرية الوهمية التي تم تخصيص مليار دولار لها من ميزانية الدولة في عهد حكومة نور المالكي، رغم أنه تبين أنه لا وجود لها. وهناك الآلاف من المصانع المغلقة التي كانت توفر للعراق احتياجات أسواقه السلعية. لا أحد من العراقيين يخفى عنه الفساد المستشري في مزادات العملات الأجنبية التي ينظمها البنك المركزي لتوفير الدولار للسوق والبنوك، والعراقيون يتحدثون في مجالسهم عن نهب عقارات الدولة وإغلاق المصانع حتى يعتمد على البضائع الإيرانية المستوردة بأسعار مرتفعة. وهناك إهمال شبه متعمد لواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة وقطاع الزراعة حتى يستورد القمح الفاسد من مناشئ عدة للحصول على عمولات ضخمة أو الاعتماد على إيران في لقمة العيش. بصرف النظر عن صحة أو كذب الادعاءات الكاظمة أو النيات الأمريكية لإنهاء النفوذ الإيراني، فإن استمرار هذا الجدل العقيم سينعكس بالسوء على مسيرة الثورة العراقية. فبدلا من تشجيع الناس على الدخول في رحاب الثورة، سيشجعهم هذا على الدخول في قاعة الانتظار ليضافوا إلى أولئك الذين عبثا ينتظرون والذين لا وجود له، ينتظرون غودو الذي لا وجود له في عرض مسرحي رث لسرقة الثورة. أمريكا التي أتت بالكاظمي وفرضته على إيران هي نفسها المتهم الأول بالتواطؤ مع ملال طهران لتنفيذ مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. هذا لا يعني عدم حدوث خلافات بين البلدين، لكن ما يعنينا هنا أن هذه الخلافات لم ولن تتطور حد القطيعة، وإنما تنتهي دائما بسلام وهدوء، على الرغم من وصولها أحيانا إلى حد التهديد بالحرب. ولكي لا نذهب بعيدا، نذكر ما حدث خلال العام الماضي، حيث لحس رئيس أمريكا الذي وصف بالمتشدد ضد إيران تهديداته النارية التي توعد فيها ملال طهران بالويل والثبور بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة ذات تقنيات عالية، ثم انسحاب حاملات طائراته من مياه الخليج العربي في أعقاب تحرش إيران بناقلات النفط التي سميت لاحقا بحرب الناقلات. لا علاقة لأصل الخلاف بين أمريكا وإيران في العراق بخلافاتهما في المنطقة العربية التي تجبر أمريكا على اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران ما
مثل فرض الحصار الاقتصادي أو المالي أو غيرها لتحقيق أهداف محددة. فالخلاف في العراق يعود كما ذكرنا سابقا إلى التقديرات الخاطئة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حول المعادلة التي استند إليها سلفه بوش الابن لإدارة مشروع الاحتلال الغادر، والمتمثلة بركيزتين أساسيتين ترتبطان بعلاقة عكسية عسكرية وسياسية تتناوبان في الحضور والغياب وفي الظروف والأهداف. ويضيف الكاتب بعون القلمشي: النفوذ الإيراني في العراق لا يمسه سوء أو ضرر ما دام هذا النفوذ لا يمثل خطرا على أمريكا في العراق، بل يخدم ويسهل مخططها بتدمير العراق دولة ومجتمعا. وقد أكد هذه الحقيقة قبل أكثر من أسبوع شارلز بينا كبير الزملاء في مؤسسة ليفنز برايترز في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، وتحديدا في يوم 18 من هذا الشهر، بقوله: إن السؤال المهم الذي يجب طرحه هو هل نفوذ إيران في العراق يقوض الأمن القومي الأمريكي؟ ويرى أن الإجابة هي لا. نشرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس تقريرا ذكرت فيه أن آخر الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الصين على المسلمين الإيغور هي الحد من النسل للتقليل من أعداد السكان، جزءا من حملة واسعة لتقليل عدد المسلمين في الصين، حتى في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة سكان إثنية الهان على زيادة أعدادهم. في تحقيق الوكالة كشفت أن السياسة واسعة وليست مجرد شهادات نساء عن إجبارهن على تبني سياسة الحد من النسل، وتشير إلى أن الحملة بدأت قبل 4 سنوات فيما يصفها عدد من المحللين بأنها شكل من أشكال الإبادة السكانية. وعادة ما تفرض الدولة على نساء الأقليات القيام بفحص حمل وتجبرهن على تركيب أجهزة داخل الرحم والتعقيم وحتى إجبارهن على الإجهاض. ورغم تراجع استخدام اللولب والتعقيم على مستوى البلاد، إلا أن الحالات زادت بين نساء الإيغور في إقليم تشينجيانغ شمال غرب الصين، ويعتبر إنجاب عدد كبير من الأطفال واحدا من الأسباب التي تدعو إلى السجن، حيث يتم تمزيق العائلة التي لديها أكثر من 3 أولاد وسجن الآباء حتى يدفعوا غرامة. وتقوم الشرطة بمداهمة البيوت وترويع الآباء في بحثها عن الأطفال الذين يتم إخفاؤهم. وبحسب دراسة حصلت عليها الوكالة، فقد أدت مليارات الدولارات التي قامت بضخها الحكومة الصينية للحد من النسل في منطقة تشينجيانغ إلى تحويلها من أسرع منطقة من ناحية النمو السكاني إلى الأبطأ. ويقول إدريان زينز المتخصص في الشؤون الصينية مؤلف الدراسة: هذا المستوى من الهبوط غير مسبوق وهناك وحشية فيه. ويضيف المتخصص بالإيغور في جامعة كولورادو: قد لا يكون الهدف محو الشعب الإيغوري بالكامل، لكنه محو لحيويتهم وتسهيل لعملية الدمج. ولكن سميث فانيلي الذي يعمل في جامعة نيوكاسل البريطانية قال: هذه إبادة، وهي ليست عملية قتل جماعي سريعة، وإنما هي عملية إبادة زاحفة ومؤلمة بحسب تعبيره. وهذه وسائل مباشرة لتخفيض سكان إيغور المسلمين بشكل وراثي. النخبة الحاكمة في الجزائر استغلت كورونا لمنع الحراك من العودة، هذا ما نشرته صحيفة ناشيونال تايمز بتقريرها لمراسلتها هبة صالح، التي أكدت فيها أن حكام الجزائر الجدد يحكمون قبضتهم وسط تعثر اقتصادي. وقالت فيه أن التظاهرات الأسبوعية التي شهدتها البلاد طوال عام تقريبا، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، توقفت عندما بدأ فيروس كورونا ينتشر ويقتل الناس. وبخلو الشوارع من المحتجين المطالبين بالتغيير الديمقراطي، وجدت السلطة التي يدعمها الجيش الفرصة سانحة لملاحقة أي شكل من المعارضة. ويقول جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي
إن الجزائر يمكنها بدلا من الاقتراض القيام بإصلاحات اقتصادية تعزز من القطاع الخاص وتشجع الاستثمارات الأجنبية بشكل يخفف من العجز بالميزانية ويخلق فرص العمل. وفي بلد يعاني من مخاطر اقتصادية فقد حان الوقت، وأقول إن الأمر ملح لتسريع عجلة الإصلاحات. ولدى الجزائر إمكانيات عظيمة، وأعلنت الحكومة عن قائمة من الصناعات غير الاستراتيجية التي ستسمح للأجانب لشراء أغلبية الأسهم فيها، ولكن المحللين يقولون إنه من الصعب الإعلان عن الإصلاح في وقت ينضب فيه الاحتياط من العملة الصعبة. وتقول تين هينان القاضي الباحثة في تشاتام هاوس في لندن: تتراجع مصادر الجزائر مثل الثلج تحت الشمس، وحان الوقت لكي تتبنى الحكومة رؤية طويلة الأمد وأن تستثمر في الصناعات كالطاقة الشمسية والتكنولوجية الرقمية والزراعة والسياحة. وعلقت أن حكام الجزائر يخشون من نمو القطاع الخاص لأنه يمثل تحدي لسيطرتهم، ذلك أن شرعية النظام مرتبطة بقدرته على توزيع الأموال وليس لقطاع خاص يخلق قيمة مضافة. وبالمحصلة لا تستطيع الجزائر مواصلة التعويل على النفط والغاز الطبيعي، إذ يقول أنتوني سكينر مدير شمال أفريقيا في فيرسك ماكبروفت، يقول إن المصاعب الدولية التي تواجه النفط والغاز الطبيعي تجعل من المستبعد تدفق الشركات الأجنبية إلى الجزائر للاستثمار، وذلك بسبب الروتين والمحاذير والشروط المالية الصعبة التي لا تشجع المستثمرين. في الوقت نفسه يخطط المتظاهرون للعودة بقوة إلى الشارع حتى مع وجود أصوات مؤثرة تدعو إلى الحذر بسبب فيروس كورونا. نشرت مجلة بوليتيكو مقالا قالت فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يعترف بإمكانية خسارته للانتخابات المقبلة، فوسط استطلاعات سيئة وتحذيرات من حلفائه تبدو فرص إعادة انتخابه قائمة كما يقول أليكس أسندستات. كان تجمعه الانتخابي في أوكلاهوما، وهو الأول له منذ آذار مارس، بمثابة إحراج له حيث لم تمتلئ القاعة التي ظهر فيها كما وعد. وفشل ترامب أيضا في مقابلته مع شين هانتيني في فوكس نيوز بالإجابة على سؤال بسيط حول ما يريد تحقيقه في ولايته الثانية، حيث قدم إجابة ملتوية. وفي نفس المقابلة قدم اعترافا تكتيكيا بإمكانية فوز منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن: سيكون رئيسكم لأن بعض الناس لا يحبوني ربما. وقبل ساعات من المقابلة انتشرت أسئلة داخل الطبقة المحيطة به حول إن كان راغبا بالفوز مرة ثانية، وربما عاد ترامب وتحسنت فرصه السياسية، إلا أن مقابلات مع أعداد من الأشخاص المقربين منه تحدثوا عن الحاجة لإعادة توجيه جهود حملة إعادة انتخابه، وتحدثوا عن مرشح يفتقد التركيز وعادة ما يضعف نفسه. وقال سام نانبيرغ مستشار ترامب: ولا يزال داعما له في ظل الرئاسة الحالية، فترامب يسير باتجاه أسوأ خسارة في تاريخ الانتخابات الرئاسية والأسوأ تاريخيا لرئيس منتخب. وأشار إلى استطلاعات سي أم بي سي ونيويورك تايمز سين التي جرت الأسبوع الماضي، وكشفت أن ترامب حصل على نسبة أقل من 40% من الأصوات ضد بايدن، ولو هبطت نسبة ترامب إلى 35% خلال الأسبوعين المقبلين فسيواجه خسارة أصوات بنسب عالية، مما سيضعه أمام خيار مواصلة الحملة الانتخابية الحالية أم لا. ويعترف مستشار ترامب بأن تمزيق بايدن يحتاج إلى ضبط للنفس، وهو ما لم يظهره الرئيس الذي استخدم حسابه على تويتر لمهاجمة أي ناقد له. ولأن بايدن التزم طوال مدة الوباء بغيابه عن الأضواء فلم يكن ترامب قادرا على توجيه ضربة له.
عكست صناعة المخطوط في التاريخ عن تطور كبير شهدته هذه الحرفة التي ترسخت ضمن تقاليد وعرف في عدد من مراكزها التي انتشرت في العالم الإسلامي. توجد العديد من المؤلفات التي تتناول صعود النسخ ومكانة النساخ في مجتمعاتهم. أماكن نسخ المخطوطات في عمان هي عنوان الكتاب الذي صدر حديثا للباحث حميد بن سيف النوفلي عن الآن ناشرون وموزعون. يحتوي عرضا تاريخيا عن مراكز نسخ المخطوطات في أسواق عمان ومدنها وموانئها، مضيئا عددا من الأماكن المغفول عنها والمتعلقة بنسخ المخطوطات كالمساجد والحصون وغرف الصلاة الملحقة بالحصون وظهور المراكب في أثناء التنقل بين الموانئ في الأسفار البعيدة. ويذكر الكاتب تأثير المكان في النساخ وارتباطهم باسم المدينة التي ينتمون إليها على مخطوطاتهم أو بلدة الناسخ أو قبيلته، ومنهم خلف بن محمد الضنكي نسبة إلى مدينة ضنك، وناصر بن سالم النزوي نسبة إلى مدينة نزوة، وعامر بن راشد السمدي نسبة إلى بلدة سمد، وسعيد بن خلفان السري نسبة إلى أرض السرى وغيرها غيرهم من النسخ. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا ينتهي صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله تعالى جولة صحفية جديدة في أمان الله.